والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الصف الثالث الإعدادي، نبدأ مع بعض إن شاء الله الوحدة الثالثة والأخيرة. هندي فيها إن شاء الله النهاردة الفصل الأول، ويتبقى لنا الفصل الأخير. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي. نشوف مع بعض كده إن شاء الله النهاردة هنبدأ نتكلم عن تطبيقات على الإنترنت، منها البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي. نتكلم على البريد الإلكتروني إن شاء الله النهاردة، نقول فيه إزاي نعمل بريد إلكتروني وكيفية كتابة العنوان البريد وطريقة المراسلة بالبريد الإلكتروني، وهنتكلم إزاي نخلي المحتوى بتاع شاشة البريد الإلكتروني مميز، والمميزات بتاعة البريد الإلكتروني والمساوئ بتاعته، وقواعد التعامل أثناء استخدام البريد الإلكتروني. وهنحل مع بعض أسئلة الفصل إلى أن ننتهي إن شاء الله من هذه الوحدة. يلا نبدأ دلوقتي إن شاء الله. نبدأ من إيه؟ البريد الإلكتروني. البريد الإلكتروني هو ما يسمى عند كثير من الناس بالإيميل. اختصار كلمة إيميل هي معناها إلكترونيك ميل. إلكترونيك ميل يعني البريد الإلكتروني، وهو أسلوب أو طريقة لكتابة الرسائل لإرسالها أو استقبالها عبر شبكة الإنترنت أو شبكات الاتصالات الخاصة داخل الشركات أو المؤسسات أو المنازل، زي ما قلنا قبل كده على الشركات أو الشبكات المتخصصة. في ممكن نعمل شبكة خاصة بمدرسة، شبكة خاصة بشركة أو مؤسسة، شركة خاصة بجامعة، شبكة خاصة بمؤسسة أو شركة، وهكذا. البريد الإلكتروني بقى يعتبر هو عمليا فكرة صغيرة يعني للاتصال مع الناس عن طريق الإيه؟ البريد الإلكتروني. في بريد إلكتروني عادي وفي بريد إلكتروني خاص. البريد الإلكتروني العادي اللي هو بيبقى بيتعمل، باخد تصريح من شركة كبيرة زي شركة جيميل، زي شركة ياهو، بعمل البريد الإلكتروني عليه. طب في بريد الكتروني خاص؟ في بريد الكتروني خاص لما ببقى في شغل او في مكان باخد كورس فيه، المكان او الشغل بيعملني بريد الكتروني خاص بيا على الشبكه الخاصه بتاعه الشغل او المدرسه او المكان الكورس اللي انا باخد فيه الايه الدراسه. طب ايه الفرق بين البريد العادي والبريد الالكتروني؟ البريد العادي بقوم اجيب ورقه وقلم واكتب فيها محتويات الرسالة بتاعتي، وأحط اسم المرسل إليه، وأكتب صندوق البريد، وأكتب مكان مكتب البريد التابع لصندوق البريد، وأكتب اسم المدينة واسم الدولة، وبعدين بقوم بإرسال الظرف اللي فيه الجواب أو الرسالة لمكتب البريد، يقوم مكتب البريد بتسليم الرسالة لمكتب البريد التاني اللي أنا برسل عن طريق لي لصديقي او للي انا مرسل له الرساله، بيتلقى مكتب البريد هذه الرساله او الجواب او البريد، يستقبل هذه الرساله او هذا الخطاب، ثم يقوم بايه بتوصيله للايه للمرسل اليه. في حاله البريد الالكتروني بقى الكلام مختلف شويه. انت بتعرف بس اسم الشخص والعنوان بتاع البريد الالكتروني بالكامل بتاعه، وبترسل له البريد الالكتروني مباشر على ايه على صفحه. طيب بنعمل البريد الالكتروني ازاي؟ الشركات العامله في مجال خدمات الانترنت بتعطي مساحات تخزينيه تشبه فكره صندوق البريد التقليدي، لكن لكل شخص يعني في شركات تعطيه بالمجان او بالمقابل، سواء كان بالمجان او بالمقابل. المساحه اللي بتخصصه ليك تحت اسم خاص بيك بيكون ايه مفتاح الدخول للبريد بتاع الالكتروني بتاعك. وكل شركه مانحه لخدمه البريد الالكتروني مزود خدمه بتسميه سواء بتسميه باسم الشركه، سواء شركه جوجل
اللي هو البريد الإلكتروني بتاعها جيميل. سواء شركة ياهو عندها 2 بريد إلكتروني، ياهو ميل ويو ميل، وشركة مايكروسوفت أوفيس عندها هوت ميل وما زال باسمها لحد الآن. البريد الإلكتروني لأي شخص مستخدم ممكن مراسلة هذا الشخص الإلكتروني عن طريق معرفة اسم البريد الإلكتروني بتاعه، ثم علامة آت اللي هي إيه عليها دايرة، ثم اسم الشركة مضافا إليه المجال الذي يعمل فيه المستخدم. طيب اسم المستخدم هو اسم يختاره المستخدم ذاته عند اشتراكه في خدمة البريد الإلكتروني، ليكون تعريفا رمزيا له لدى الشركة المشترك فيها، وهو كلمة مكونة من عدد من الحروف الإنجليزية أو اللاتينية أو الأرقام أو الرموز أو خليط من الأرقام والحروف. أما بقية العنوان وهو الجزء الخاص بالشركة أو المؤسسة المقدم لخدمة البريد أو المقدمة لشركة لخدمة البريد، فهو مكون من مقطعين أساسيين وهما اسم الشركة ويكون على الجانب الأيمن، واسم المستخدم ويكون في الجانب الأيسر، وبينهما علامة آت اللي هو إيه وعلى إيه دايرة. والأمثلة بتاعت البريد الإلكتروني كما هو موضح في الأمانة، مثلا أحمد آت هوت ميل دوت كوم، بيكون اسم الشركة المانحة شركة هوت ميل واسم المستخدم أحمد. وكذلك في عناوين بريد إلكتروني لشركات مختلفة، وليكن اتش اندرسكور سوفت ات ياهو دوت كوم، او ستودنت ات جيميل دوت كوم، او فاميلي اندرسكور زيرو ايت ات هوت ميل دوت كوم. تمام، دي امثله لايه لاسم عنوان بريد الكتروني لشركات مختلفه. طب طريقه المراسله بالبريد الالكتروني، انا خلاص عملت البريد الالكتروني وكتبته وسجلت، بعمل ايه؟ يقوم المرسل بادخال يقوم المرسل بإدخال بالدخول إلى موقع الشركة اللي هو مشترك عليها على الإيميل، إلى موقع الشركة مقدمة الخدمة الإلكترونية، فيدخل اسم المستخدم وكلمة المرور، يقوم بإنشاء رسالة جديدة، يكتب البريد الإلكتروني المستقبل في الخانة اللي هي المخصصة لذلك، ثم يتم كتابة عنوان للرسالة لو هو راغب إن هو يكتب عنوان للرسالة تختصر الموضوع اللي هو محتوى الرسالة، ثم يتم كتابة محتويات الرسالة في الجزء المخصص لذلك، ثم يتم طلب إرسال الرسالة عن طريق الأمر إرسال أو كلمة سند لو هو إيه مكتوب باللغة الإنجليزية. تقوم الشركة المقدمة لخدمة البريد للمرسل بإرسال الرسالة إلى الشركة مقدمة الخدمة للمستقبل، وبعدين تقوم شركة الخدمة والمستقبل بحفظ الرسالة المستلمة في البريد الإلكتروني لمستقبل الرسالة، ثم يقوم مستقبل الرسالة من وقت لآخر بفتح البريد الإلكتروني وفحص محتويات البريد الوارد والذي يحتوي على الرسائل المستلمة من أي مرسل. تمام؟ طيب هل يمكن الحصول على بريد إلكتروني بإحدى الوسائل بأي وسيلة؟ الوسائل المتاحة للحصول على بريد إلكتروني 3 وسائل، يا إما من المؤسسة اللي يعمل بها المستخدم زي ما قلنا، لو أنا شغلي بيمنحني بريد إلكتروني خاص بالشغل وده بيبقى بيزنس إيميل، أو مؤسسة مقدمة لخدمة الإنترنت زي ما اتكلمنا وقلنا جيميل وهوت ميل وياهو كمؤسسات شركات خدمات مقدمات خدمات إنترنت، أو إحدى مؤسسات تقديم خدمة البريد الإلكتروني على شبكة الإنترنت اللي هي بتقوم بتعبئة البيانات والمعلومات المطلوبة، ثم تختار اسم المستخدم المناسب ليك، ثم تستخدم كلمة مرور مناسبة وتأكد على كلمة المرور ويقوم حفظها، تحط في هذه يعني في هذا في هذه الوسيلة يتم اسم الحقيقي للمستخدم، يتم وضع الاسم الحقيقي للمستخدم مع بعض البيانات الشخصية الخاصة به كرقم التليفون أو الإيميل المرجعي أو رقم تليفون محمول خاص به، وذلك للاستدلال عليه إذا حصل بعض الجرائم أو الأشياء المخالفة على إيه؟ على عن طريق البريد الإلكتروني الخاص به. طيب نشوف مع بعض كده الواجهة بتاعت تكوين البريد الإلكتروني. كل الناس معاها تليفونات
سواء ايفون او تليفون اندرويد، عشان يشتغل ويعمل التليفون او الايفون اللي موجود لازم يكون موجود بريد الكتروني يتحكم في كل الخدمات الموجودة على التليفون. وافضل برنامج موجود متاح للتشغيل يمكن ربط التليفون بالكمبيوتر الشخصي او باللابتوب بتاع كل شخص، اللي هو واجهة تكوين البريد الالكتروني على جوجل اللي هو الجيميل، بنستخدم بنقوم عن طريقه باستقبال كل التطبيقات التي نود تثبيتها على التليفون او تثبيتها على اللابتوب او الجهاز الخاص بنا اللي هو البي سي الخاص بكل اللي هو بيرسونال كمبيوتر الخاص بكل شخص في المكان بتاعه، وليكن خدمات الجوجل اللي موجودة على سبيل المثال اللي هو جوجل ستور اللي هو مخزن التطبيقات على كل تليفون او كل ايفون. بيحصل وبنعمل ايه؟ بنستخدم برنامج الجيميل او الجوجل ايميل لذلك. تمام، الواجهة بتاعت الجوجل بيبقى فيها بننقر على انشاء حساب على جيميل وبننشئ الحساب على الجيميل، وبعديه بنقوم بحفظ الباسورد وبنحفظ الرقم الحساب وبحفظ الباسورد، وهو عبارة عن تعريف عن نفسي، بنكتب الاسم الاول والاسم الاخير باللغة العربية او اللغة الانجليزية، وبعدين بنكتب الايميل باللغة الانجليزية، وبنقوم بكتابة تاريخ الميلاد وحدد الجنس، وبكتب رقم الهاتف، وبعدين بكتب عنوان البريد السابق لو انا ليا عنوان بريد قبل كده بكتبه، وبكتب كتابة النص الظاهر سواء انا عارفه او مش عارفه. وبعدين لو انت مش عارف حاجة وانت عاوز تعمل بريد الكتروني تسأل المدرس او تسأل الاب او تسأل مسؤول كبير عنك يوضح لك ازاي تشتغل على الايه على الجيميل وازاي تعمل جيميل. الخطوة اللي بعد كده تضغط على الخطوة التالية، بيقوم بإظهار الشاشة الحوارية الآتية اللي هي فيها ايه اسم المستخدم وهو ان هو انشأ ملف، وفعلا بيقول لك اعمل اضافة للصورة، وانت خلاص انشأت الملف يمكنك اضافة صورة شخصية لذلك، بتعمل اضافة للصورة من على ايه من على الكمبيوتر اللي انت بتعمل عليه او من على التليفون اللي انت بتعمل عليه الجيميل. تمام، نضغط على زر المتابعة بعد الجيميل تظهر لك الواجهة اللي هي اللي قدامنا دي، يمكنك استقبال الرسائل عليها وإرسال الرسائل منها والاستفادة من الخدمات الأخرى التي توفرها هذه الشركة اللي هي شركة جيميل أو شركة جوجل اللي عندها البريد الإلكتروني بتاعها اسمه جيميل. كيف يفيد الدخول إلى البريد الإلكتروني؟ في طريقتين للدخول إلى البريد الإلكتروني، يا إما كتابة اسم الشركة ميل جوجل دوت كوم في شريط عنوان الموقع مستكشف الإنترنت زي ما تكلمنا في استكشاف الإنترنت ودخول الموقع عليه، أو من خلال محرك البحث www.google.com لتسجيل الدخول، بنكتب اسم المستخدم وكتابة كلمة المرور ثم نضغط أو ننقر على بنقوم بننقر على تسجيل الدخول. لما ننقر على تسجيل الدخول للبريد الإلكتروني عندها تظهر لك شاشة البريد الإلكتروني